بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثانية في قسم التحليلات المرضية في كلية المنارة للعلوم الطبية. في الجزء الأول من محاضرتنا اللي كان هو موضوع نيوبلازم، ذكرنا تعريف للنيوبلازم وأيضا عرفنا التيومر، وأيضا قسمنا التيومر إلى نوعين قلنا اللي هو البناين وايضا المينت، وايضا عرفنا الموضوع الميتا استاسيس، واخذنا امثله كثيره عن التيومر اللي هو البناين والمينت، وايضا ذكرنا انواع الاورام اللي تصيب الانسجه المختلفه، من ضمنها الانسجه الطلائيه والانسجه الرابطة وأيضا حتى الأنسجة العصبية والعضلية. في الجزء الثاني من محاضرتنا هو إكمال للجزء الأول اللي ناخذه هو الـ causes of the tumors، وأيضا ونجي نشوف إنه المسببات للأورام غير معروفة بصورة عامة، ولكن primarily in environmental diseases which forming about 90 to 95% cases attributed to environmental factors، بينما نلاحظ انه 5 إلى 10% due to genetic defect or genetic factors، ونلاحظ the common environmental factors that can co or contributed to cancers include اللي هي عندنا التبوكة او التبوب بصورة عامة، وتسبب لي نسبة اصابة بالاورام السرطانية بحدود 25 إلى 30%. بينما نلاحظ انه الدايت او اللايف ستايل او نمط المعيشه او نوع التغذيه، وايضا الاوباستي اللي هي الاوباستي سوري اللي هي البدانه، تسبب نسبه تقريبا من 30 الى 35% من اصابات الاورام السرطانيه. في نفس الوقت نلاحظ الانفكشنز او العوامل المخرجه، كان تكون الاصابات البكتيريه والفيروسيه وايضا الطفيليه وحتى الفطريه، تشكل بحدود تقريبا نسبه 15 الى 20%. ايضا نلاحظ الراديشن او الاشعاع او تعرض الاشعاع اللي بنوعيه اللي هو الايونايز والنون ايونايز فورمينج اباوت 10%. ايضا نلاحظ الستريس الاشادات والتعب، وفي نفس الوقت لاك فيزيكال اكتيفيتي وقله نشاط او عدم ممارسه الرياضه، وايضا الملوثات البيئيه كلها تدخل كعوامل اساسيه في احداث الاصابه بالاورام وخصوصا الاورام السرطانيه. لو نجي للعامل الاول، طبعا احنا اكيد نعرف انه العوامل هي قد لا تكون او محدده اسباب رئيسيه او مسببات رئيسيه، لكن تؤخذ بنظر الاعتبار انها عوامل مسببه للاورام السرطانيه، من ضمنها قلنا التدخين، والتدخين قلنا يسبب لي اصابات في حدود تقريبا 90%، وخصوصا هي الاورام السرطانيه اللي تصيب الرئتين. وايضا في نفس الوقت نلاحظ انه هنالك علاقه ما بين التدخين او التبوك وايضا الاصابه باورام سرطانيه اخرى، مثلا سرطان الحنجره وايضا سرطان في الدماغ والنيك اند ستومك بلادر، ايضا اسبيغس، وايضا الاصابه الاورام السرطانيه تصيب البنكرياس. وايضا نلاحظ انه هذه التبوك او هذه التبوك تحتوي ما يقارب 50 عامل مسرطن او كارسينوجينز معروف، اللي من ضمنها تشمل لي النيترو سايمينز، وعندنا البولي سايكليك اروماتيك هيدروكربونز اللي هي المركبات الحلقيه الاورام، وبالتالي نلاحظ انه من بين كل 3 وفيات تحدث بسبب السرطان او واحد من عدها يكون هو بسبب ال التبوك. وبالتالي ايضا نلاحظ من العوامل الكيميائيه الاخرى التي قد تكون احد مسببات الاورام السرطانيه هي الكحولات، وبالتالي هذه الكحولات بالاساس هي نوت نوتجي، اي بمعنى انها ليس لها القدره على احداث طفرات وراثيه، لكن
قد تسبب نسبة إصابات بالأورام السرطانية بين الذكور في خصوصا بالويسترن أوروبيان بحدود 10%، وأيضا بالأناث بنسبة تقريبا 3%. هذه كلها لها علاقة بتناول الكحول أو الإدمان على الكحولات. أيضا نلاحظ أنه الأوكيوبيشنال ريبريزنت أباوت 2 to 20% of all cases that infected with the cancer. ولاحظ انه تقريبا المهنه ايضا لها دور مهم جدا، حيث نلاحظ انه 200 الف شخص قد يموتون بسبب طبيعه العمل او لهم علاقه بالورك بليس، خصوصا في المناطق الصناعيه التي تحتوي على الملوثات البيئيه، وايضا التعرض للملوثات البيئيه بصوره مباشره او التعرض للاشعاعات في اماكن العمل قد تكون لها علاقه في حدوث الاصابه بالاورام السرطانيه. وبالتالي احنا نشوف تقريبا approximately 20,000 cancer death and 40,000 new cases infected with cancer per in USA in year due to or attributed to the occupational. ايضا نلاحظ انه ملايين من العاملين لهم قدره او develop the have a risk for developing the cancer such as lung cancer due to inhalation the asbestos. ايضا نلاحظ انه اللوكيميا الاصابه باللوكيميا during exposure to the benzene or inhalation the benzene، خصوصا في اماكن العمل مثلا في الشركات او قطاع النفطي، وايضا في معامل تكرير النفط، وايضا حتى في محطات توزيع الوقود. وهذه كلها عوامل اساسيه في حدوث او تعتبر من العوامل الكيميائيه في حدوث او الاصابه بالاورام السرطانيه. هناك عوامل اخرى قد تكون ايضا لها علاقه وارتباط ب او علاقه وثيقه في الاصابه بالاورام السرطانية، منها العوامل الفيزيائية، وخصوصا مثلا احنا ذكرنا الاسبستوز، وبالتالي الاسبستوز قد يسبب لنا حالة السيروس ممبرين او كانسر فور سيروس ممبرين سراوندينج ذا لانجز. ايضا الفيزيكال تروما ريزلتينج فروم ذا انفكتد اني ايجنت او فيزيكال ايجنت. وعلى سبيل المثال مثلا نلاحظ انه صم كلاينز او بعض الادعاءات انه بريكنج بونز ريزلتنج فور بون كانسر. ايضا بعض الادعاءات تشير انه بعض البحوث او الدراسات قد تكون انه فريكونس بريكنج اوف ذا بونز قد لها علاقه في حدوث سرطان العظام. وايضا ريبيتد ذا بيرنز اون ذا سيم بارت اوف ذا بودي سوتش از ذوز اوف بروديوس ذا كينجر اون كيرو هيترز او تشيركول هاند وورمينج، اللي هي احنا نقصد بها المدافئ، وخصوصا المدافئ اللي تستخدم الوقود او المواد النفطيه او الفحم، قد تكون لها دور جدا مهم في او احداث الاصابه بالاورام السرطانيه، خصوصا السكين كانسر if the carcinogens chemicals are present in this products. ايضا a frequent drinking scalding hot tea اللي نقصد به تناول بعض المشروبات الحاره قد الها تكون لها ارتباط او علاقه في عمليه الستوفينج او الاستنزافات والالسر اللي يحدث به او frequent ulcers in the mouth or in the esophagus، وبالتالي قد تسبب لنا حالات من الاورام السرطانيه خصوصا الاسفيجيال كانسر. اذن repeated injury in same parts of the insane tissue might promote excessive cell proliferation and increase odds for cancerous mutation. وبالتالي احنا نشوف انه حتى الجروح والضربات والكدمات في مكان واحد او نسيج واحد معين في بصوره متكرره قد يكون له علاقه او يعطي ارجحيه علما لحدوث الطفرات الوراثيه وبالتالي مسببات للسرطان. ملاحظ انه نشوف الفيزيكال تروما نوت accepted as the cause for the cervical cancer, breast cancer and brain cancer. فاحنا بمعنى انه نستثني العوامل الفيزيائيه خصوصا الحالات اللي تحدث بسبب الفيزيكال اكزادندال او ايضا
التعرض للضربات، التعرض للكدمات، التعرض للجروح، الكسور، هذه ليس لها علاقة وارتباط بالأورام السرطانية، أو لا تعتبر من مسببات للأورام السرطانية مثل سرطان عنق الرحم وأيضا سرطان الثدي وسرطان الرحم. العوامل الأخرى والعامل الثالث اللي هو الهيرديتري، اللي نشير للهيرديتري اللي هي العوامل الوراثية. فنلاحظ تقريبا أقل من 3% of population infected with cancers may be carrier for genetic mutation. ونلاحظ خصوصا انه ال certain inherited mutations in genes اللي هو breast cancer 1 و breast cancer 2 may be form about 75% risk for breast cancer, ovarian cancer and hereditary colorectal cancers which present in about 3% of population with colorectal cancer. اي بمعنى انه الاورام السرطانيه وخصوصا الطفرات الوراثيه او العيوب الوراثيه لها دور مهم جدا في احداث الاورام السرطانيه، ولكن تشكل نسبه تقريبا 3%. فنلاحظ انه كل الطفرات لو حدثت اي طفره وراثيه في الجينات اللي هي البريست كانسر 1 بريست كانسر 2 اذن تشكل تقريبا 75% من الاصابات اللي تحدث او الاورام السرطانيه اللي حصلت في سرطان الثدي وايضا سرطان المبيض وسرطان القولون. ايضا العوامل المخمجه او العوامل البيولوجيه ايضا تلعب دور مهم جدا في احداث الاصابه بالاورام السرطانيه، وتشكل تقريبا 18% من الكانسر ديث ريليتد تو ذا انفكشس ديزيز such as virus. وعندنا this virus usually infectious agent that can cause the cancer for and also bacteria parasite may be have an effect for produce the cancer. ونلاحظ من الأمثلة على الفيروسز اللي لها علاقة في الإصابة بالأورام السرطانية اللي مثل ديس اللي مثل الاونكو فيروس، ومثل مثلا عندنا هيومن بابلوم فيروس اللي يسبب لنا سرطان عنق الرحم، الابستين بار فيروس اللي هو يسبب لي سرطان الخلايا الليمفاويه من نوع بي، والنون فارنجيال كارسينوما اللي ايضا السرطان او النوزو فارنجيال كارسينوما سوري اللي هو سرطان المسالك التنفسيه والبلعوم، والهباتيتس بي فيروس والسي فيروس، وايضا عندنا الهيباتوسيلر كارسينوما تسبب لنا ايضا كلها بسبب عندنا حدوث بسبب وجود نوع الفيروسات اللي هي الهباتيتس بي فيروس والسي فيروس، وهيومن تي سيل لوكيميا ايضا العلاقه بالاورام السرطانيه. بينما الاصابات البكتيريه اللي تسبب لنا الاورام السرطانيه هي الهليكوبكتر بايلوري اللي يسبب لنا الجاستريك كانسروم او سرطان المعده، وعندنا بعض الطفيليات او الاصابات الطفيليه سترونجلي اسوشيت وذ ذا كانسر انكلودينج شيستوسوما هيموتوبيوم اللي تسبب لي سيكوير سيل كارسينوما ان ذا بلادر او سرطان المثانه، وايضا عندنا اللي بعض الليفر فلوكس او الطفيليات او ديدان الكبد له علاقه وارتباط بحدوث الاصابه بسرطان سرطانات في ايضا من الاسباب الاخرى لحدوث الاورام السرطانيه هي الهرمونات، و we can see the hormones or some hormones play an important role for developing the cancer and promoting by promoting the cell proliferation. We can see the sex hormones may be related for some or produced for some cancer such as breast cancer, endometrial cancer اللي هو سرطان بطانة الرحم، والبروستيت كانسر، ovary, testes and thyroid cancers، وايضا عندنا البون كانسر. كلها لها علاقه وارتباط بالاضطرابات الحاصله خصوصا بالهرمونات من ضمن الهرمونات الجنسية. على سبيل المثال we can see the daughters who have the breast cancers have significantly higher level for estrogen and progesterone than the daughters who women or daughter of women without the breast cancer.
these are for hormones. Maybe explain why these women have a higher risk for breast cancer even with absence the breast cancer gene. بمعنى انه في بعض الاحيان الشاهد احد النساء مصابات بسرطان الثدي لو نيجي نقيس نسبة الاستروجين والبروتين شقيقة راح نلقاها نسبة مرتفعة بصورة كبيرة، وبالتالي تعطينا مؤشر او انديكيتر امن لاحتمالية الاصابة بسرطان الثدي بنسبة عالية جدا حتى بغياب العامل الوراثي او الطفرة الوراثية، اي بمعنى انه العامل الوراثي قد لا يلعب دور في حدوث الإصابة بسرطان الثدي بين الشقيقات بالمقارنة مع مستوى الاستروجين والبروستيرون الذي يوجد بنسبة عالية. أيضا لاحظ أنه الرجال الأفارقة بصورة عامة ذو العرق الأفريقي يكون هاي ليفر فور تستوستيرون، وبالتالي هاي ريسك فور ديفلوبينج بروستات كانسر ان كومبيرد وذ اربيان انسيستري، وعندنا الاسيان انسيستري وير ذيس انسيستري هاف لور ليفل فور او ليفل فور تستوستيرون ان هاف لور ليفل او لوست ليفل فور بروستات كانسر. ايضا الهرمون ثيرابي او الهرمون ريبليسمنت ثيرابي هاف هاي ريسك فور ديفلوبينج ذا كانسرز ان وومن دورينج ذا تريتمنت. ايضا نلاحظ الاشخاص اللي هم هو اكسرسايز او فيزيكال تيك فيزيكال اكسرسايز اكتيفيتي هاف لور ليفر فور انفكتد وذ بريست كانسر ديو تو لو ليفلز اوف ذيس هرمونز. هذا المخطط شباب هو يوضح ميكانيكيه تحول الخلايا الطبيعية أو الخلايا الموجودة بالجسم الكون الطبيعية إلى خلايا سرطانية بوجود بعض العوامل المسببة أو العوامل المهيئة لحدوث الأورام أو العوامل المسببة لحدوث السرطانات. لو نجي لهذا المخطط نشوف هذه تمثل لي النورمال سيلز بوجود عوامل مهيئة لحدوث الطفرات الوراثية أو اللي دي ان اي دامجينج ايجنت اللي قد تكون عوامل كيميائية أو عوامل إشعاعية أو عوامل فيزيائية أو عوامل تكون عوامل بيولوجية كان تكون مثلا على سبيل المثال الفيروسات، وبالتالي راح تسبب عملية دمج المن للدي ان اي، وقد تكون في بعض الأحيان هذا الخلية لها القدرة على عملية الإصلاح أو الريبير فور دي ان اي، وبالتالي ترجع إلى انه الى نورمال سيل وبالتالي لا تتحول الى خلايا سرطانيه. ولكن في حاله فشل عمليه اصلاح للدي ان اي راح بوجود عوامل مهيئه اخرى اللي هي العوامل الوراثيه، قد يكون جين ديفكت او عندك جروث الجين ديفكت اثر لي على عمليه السيل جروث وايضا اثر على حاله الابوبتوسيس، بالتالي راح تحدث نوع من الطفرات الوراثية بالجينوم خصوصا بالخلايا الجسمية والسوماتيك تيل، وهذه الطفرات الوراثية راح ينتج عنها عملية الاكتيفيشن للأونكوجين أو الجروث بروموتينج جين، وأيضا عندنا انكتيفيشن فور تيومر سبرسر جين، وأيضا في نفس الوقت راح يأثر على عملية الأبوبتوسيس أو الريجليتيد أبوبتوسيس أو الجين المسؤول عن عملية الموت المبرمج للخلايا، وبالتالي راح يصير عملية تثبيط للجين المسؤول عن عملية الموت المبرمج للخلايا، وينتج عن هذه العملية هي ديكريز للأبوبتوسيس، وأيضا في نفس الوقت نلاحظ أن زيادة نشاط الأونكوجين وانخفاض مستوى النشاط الإميونسبريسر جين راح يؤدي إلى حالة اللي هي unregulated cell proliferation، وبالتالي ينتج عنها هو clonal expansion اي بمعنى انقسام الخلايا وبدايه توسع للورم، وهذا يعزز تكوين تقدم حاله الورم بوجود عوامل اساسيه اخرى اللي هي عمليه شنو الانجيوجينيسيس اللي عمليه تكوين او انشاء نشاه اوعيه دمويه جديده مغذيه لان الخلايا السرطان الخلايا بصوره عامه والخلايا السرطان تم انقسامها بصوره متكرره، وبالتالي تحتاج الى اكسجين
ومواد غذائيه. وفي نفس الوقت تمتاز هذه الخلايا بانها لها القدره على الاسكيب فروم ذا اميونيتي، وبالتالي راح تظل الجهاز المناعي، وبالتالي ما تقدر الخلايا المناعيه او الانتيبوديز على عمليه التعرف للخلايا السرطانيه والقضاء عليها. بالاضافه هذه كلها العوامل راح تكون معززه بالاديشنال ميوتيشنز، وينتج عن هذا النتيجه النهائيه راح تبدا انقسامات الخلايا ويبدا توسع للورم، وهذا الورم قد يكون من نوع الماجنت، وبالتالي راح يكون من نوع يمتاز بالقدره على الانفيجن التغلغل والغزو، وايضا له القدره على عمليه الميتاستاسيس او النقل او انتقال من البرايمر اورجن اوف ذا تيومر تو ذا سيكندري بارت اوف ذا بودي. احنا عندنا مصطلح اخر هو او مصطلحين بصوره عامه معروف دائما يتكرر، هي الجريد والستيجنج او الجريدنج والستيجنج. الجريد طبعا يعتمد بالاساس على الهيستوباثولوجيكال تشينز، التغيرات النسيجيه المرضيه الحاصله بالخلايا، وبالتالي اذا يعتمد بالاساس على الميكروسكوبيك فيتشرز اوف ذا سيلز ويتش كومبوز اوف a tumor and specific type of specific for type of tumor. إذن بمعنى أنه إحنا من خلال التغيرات النسيجية أو التغيرات الحاصلة في النسيج أو الخلايا راح نحدد نوع هذه التغيرات، وبالتالي راح نعطيها فد جريد أو درجة معينة حسب نوع أو تقدم الورم السرطاني. بينما الستيج بالأساس لا يعتمد على شنو، يعتمد على الكلينيكال فيتشرز والراديولوجيكال and surgical criteria. اذا بمعنى هنالك ثلاث محاور اساسيه اللي تعتمد على الكلينيكال، علامات سريريه اللي يشخصها الطبيب او الاعراض اللي يعاني منها البيشنت ويعطينا مؤشر لانه وجود ورم سرطاني، وايضا نعتمد على الفحوصات الاخرى هي الراديولوجيكال اكزامينيشن هي السي تي سكان الام ار اي، وايضا عندنا الالترا ساوند هذه حتى تعطينا مؤشر لوجود كتله ورميه او ورم سرطاني. ايضا راح نشوف انه العامل الاخر اللي هو الكريتيكال او السيرجيكال كريتيري هي المعايير الجراحيه، ايضا بمعنى انه سيرجيكال اوبريشن وفتحه، وايضا التاكد من وجود الورم السرطاني. ديز فاكتورز اللي هو اللي يعتمد على الستيجنج، ايضا راح يعتمد على ثلاثه عوامل اللي هو راح نشوفها من خلاله، هي التيومر سايز انفولفمنت ريجينال ليف نود، وايضا بريزنس اوف ميتاستاسيس. اذا بمعنى ثلاث عناصر اساسيه يحددنا تحددها من خلال الاستيجي اللي هي حجم الورم، هل ان الورم ازداد بحجم معين وبالتالي ضرب العقد اللمفاويه، وهل ان الورم السرطاني كان له القدره على الميتاستاسيس او النقل لاماكن اخرى، وبالتالي هذه الاستيجنج تكون يوجوالي مور بروجنوستيك فاليو. اذا القيمه التنبؤيه للورم السرطاني ومراحل تقدم الورم تعتمد بالاساس على الحالة الستيجينج. لو نجي نقول الستيجينج طبعا احنا عندنا تصنيف خاص للستيجينج او المراحل تقدم الورم، تعتمد بالاساس على مصطلح يسمونه تي ان ام الكلاسيفيكيشن، اللي هو بالاساس التي هو السكور based on the size of the tumors or extending the invasion، بينما الان يشير السكور من indicated the extending the tumor to the involving the lymph nodes، بينما ال M يشير الى indicate whether the distant the metastasis are present. اذا بمعنى انه TNM هو يشير الى T اللي هو size of the tumor، بينما ال N اللي هو هل انه الورم السرطاني ازداد بحجم معين بصوره كبيره وضرب العقد اللمفاويه المجاوره، وايضا الام يشير الى انه حاله الميتاستاسيس او النقله من البريمر اورجن تو ذا سيكندري اورجن. على هذا الاساس وي كان سي ذا ستيجنج فور امبورتنت كلينيكال اند باثولوجيكال كريتيريا ايد تو ديترمينيشن ذا ثيرابي، اذا واستيميتد ذا بروجنوسيس اند ديفلوبينج ستاتيكس useful for determining the outcome of disease. إذن بمعنى أنه إحنا اعتمادنا الأساسي في عملية التشخيص
على اساس مراحل تقدم المرض، وبالتالي هي مهمه جدا في التشخيص السريري وايضا في المعايير البيولوجيه حتى نحدد نوع العلاج اللي راح نستخدمه، وايضا نحدد البروجنوسيس او المآل، هل انه المآل الجيد بالنسبه للورم يمكن ان يشفى ويقضي على المرض، او انه المآل سيء وبالتالي قد ينتهي بحاله الديث، وايضا يعطينا فد احصائيه كامله لمدى انتشار الاورام السرطانيه في منطقه معينه. لو تلاحظ شباب هذه الصوره هي صوره تمثل ورم سرطاني بداخل الرئتين، فنلاحظ مثلا المؤشر ينطينا هنا التي هو يقول حجم الورم اللي هو صاير بالرئه، في نفس الوقت نلاحظ مثلا ينطينا تي 1 انه مؤشر انه في الفص الاول من الورم. لو نسوي اكس راي او نسوي الترا ساوند راح نشوف انه سوري الام ار اي راح نشوف انه التي 1 مثل او لو بدا الورم السرطاني في الفص العلوي، اذا يعطينا مؤشر فقط انه بدايه ورم سرطاني، بينما التي 2 هو قريب يكون نيل او يكون هذا بالاساس تي 1 هو بعيد عن القصبات او القصيبات الهوائيه، بينما التي 2 يشير الى توسع الورم واقترابه او يكون قريب من القصيبات الهوائيه. لا التي 3 لا هو انتشر الورم وضرب المين او برونكاس او برونكاي، وايضا التي 4 لا ضرب التريكي بصوره عامه، بمعنى ان الورم السرطاني انتشر وحصلت حاله الميتاستاسيس وضرب التريكي او الرغامي. ايضا نلاحظ بالنسبه للتي اس هو انه بدايه الورم السرطاني في منطقه محدده صغيره جدا، اما بالنسبه لي الان اللي قلنا يمثل لي الاورام السرطانيه بالعقد الانفاويه، شوف الان 1 يعني بمعنى اضرب عقده لمفاويه واحده، وايضا الان 2 ضرب اكثر من عقده لمفاويه واحده، وايضا الان 3 بمعنى انه انتشر الورم السرطاني وضرب العقد اللمفاويه القريبه من التريكيه. بالنسبه للاستيجنج مالجنت نيوبلازم، هذه التيبل يوضح لك الاستيجات اللي ذكرناها مسبقا، مثلا نشوف التي اي اس اللي يقول انه الورم السرطاني انسايتو نون انفازيف ويكون كونفايند ان ذا ابيثيليال سيلز، بمعنى انه في الورم السرطاني في مرحله الانقسام الاوليه وبالتالي يكون غير غازي وايضا فقط في الخلايا الطلائيه، بينما التي 1 هو يكون سمول اند مينيمال انفازيف within primary origin، بمعنى الورم السرطاني يكون صغير جدا ولكن هنالك حالة انتشار للورم السرطاني ولكن فقط بالبرايمري اورجن، بينما التي 2 يشير الى لارجر مور انفازيف with primary origin، بينما التي 3 لا يقول يشير الى الورم السرطاني كان مور لارجر اند انفازيف بايوند ذا margins of primary origin، اي بمعنى الورم السرطاني كان كبير الحجم وايضا من نوع اللي الغازي وبالتالي انتقل من حافه الورم السرطاني برايمر اورجن وانتقل الى اماكن اخرى من البرايمر اورجن، اي بمعنى انتقل الى اماكن بعيده عن جدا عن المنشا الاول للورم السرطاني. التي 4 لا يشير الى انه الورم السرطاني فيري لارج and more very invasive، اي بمعنى انقسم او يكون اكثر انتشارا وبالتالي spread to adjust organ، يعني حصلت حاله الميتاستاسيس او النقل وانتقل الى اماكن اخرى من البرايمري اورجنز. الان مثل قلنا الورم السرطاني اللي يصيب او يشمل العقد اللمفاوي، الان زيرو بمعنى ما الورم السرطاني ما ضرب العقد اللمفاوي، بينما الألوان لا هو ضرب العقد اللمفاوية ويمكن أن الورم السرطاني ينتشر إلى عقد اللمفاوية أو اثنين بالأكثر، وفي نفس الوقت نشوف الان 2 لا ريجنال انفلونس انفولفمنت، يعني بمعنى ضرب العقد اللمفاوية القريبة من البرايمر اورجين اوف ذا تيومرز، بينما الان 3 لا يكون مور ديستانت انفلونس ضرب العقد اللمفاوية اللي هي ريجنال انفلونس وايضا العقد اللمفاوية الموجودة بالأعضاء والأنسجة
المجاورة، بينما الام قلنا يشير الى حالة الميتاستاسيس، اي بمعنى النقيلة، اي بمعنى الورم السرطاني هل كان بالبرايمر اورجنز او انتقل الى اماكن اخرى. فالام زيرو انه ديستانت ميتاستاسيس، واذا وعندنا الام 1 معناه شنو؟ ديستانت ميتاستاسيس to the other part of the present or distant metastasis are present. هذا شباب مهم جدا، ومهم جدا لو تقرا اي ريبورت لاي ورم سرطاني جاي من مثلا اي تقرير تقرا، راح تشوف مثلا تلقى اي مؤشر انه في الاخير يعطيك في الديسكور او يعطيك ريزلت او سيكول انه مثلا تي 1 عندك والان 1 او الام 0 بمعنى شنو تي 1 بمعنى انه الورم السرطاني كان صغير، الان 1 لا ضرب عقد لمفاويه قليله جدا، والام 0 بمعنى ماكو استاد. هذا اذا الشخص يقدر يقرا من خلاله الريبورت ويحدد مدى خطوره الورم